جهزوا له جناح للسلطانة. بدي جناح يكون كتير مميز وحلو. تحت أمرك يا أمير. إمتى رح تجي؟ بجوز إنه تجي بالوقت اللي أنا أطلع فيه من هون، ومشان هيك ما بدي أي مشاكل بغيابي. رح نستقبلها للسلطانة ناهد دوران بأحسن طريقة، ورح خلي كل الحرم لك تحت خدمتها. كتير منيح. تأمرني بشي تاني سموها؟ شكرا، فيك تمشي. شو عم تعملي عندك؟ روحي لجوا وكملي شغلك. رح روح بس خلص اللي بإيدي. وين ريتا؟ لسه ما اجت. وانا شو بيعرفني بابا؟ بابا؟ ها؟ امتى رح نروح على السوق؟ اليوم مشغول كتير يا بنتي. شو لازمك من السوق؟ في شوية اغراض ناقصتني. هيلينا؟ كثير تأخرتي، وينك لهلا؟ آسفة غصب عني. ديمتري وقفني وأنا جاية فقعدنا نحكي. ما أنا بعرف شو هي أحاديثكم. ديمتري حبيبي يا عمري يا روحي. خلص بلا غلاظة. يا بنات في عندكم شغل كتير، يلا فوتوا بلا حكي. طيب ماما. ايه وشو عملتوا؟ كيفو ديمتري؟ مثل ما هو، تفكيره ما بيتغير. سألته أنت رح نتزوج، قال ما بيعرف. مو كل الرجال هيك صدقيني. خير إن شاء الله. شو اللي زعجك؟ ولا شي. قولي قولي. تعرفي ليش مزعوجة؟ لأني شفته لهداك محل ما بسبح. مي؟ تتذكري وقت كنا على الطريق والتقينا بهداك الصياد؟ تذكرته هذا الشاب المهضوم؟ شو ساويتوا؟ يلا قولي لتكونوا سبحتوا مع بعضكم. لك شو هالحكي؟ أنا شلون بدي أسبح معه؟ لا قلعته. حرام عليكي هيلينا، ليش قلعتي؟ يعني شو كان لازم أعمل؟ أنا شو بيعرفني؟ لو حكيتي معه وعرفتي مين هو، من وين جاي وشو بده. قلت له يروح وما كان يقبل، قال يا بينزل وبيسبح معي او انا بطلع من المي. اكيد وقت اللي شاف جمالك ما قدر يبعد عني. اوف انت عن جد ما بينحكى لك شي بنوب. طيب خلص وقفت كملي. الغريب انه طلع واحد منيح، ما قرب علي وضل داير ظهره. لبست ثيابي وبعدين انا رحت. عن جد غبيه، ليش لا تهربي منه؟ شلون رح تلاقيه هلا؟ قال لي إنه بعد أسبوع رح يكون عند النهر. بهيك حالة لكن أنت عجبتي؟ إيه وشو جاوبتي؟ عملت حالي مو مهتمة، قلت له مو جاية. لك حاجتك كذب. شو رأيك تروحي أنت إذا عاجبك؟ إيه بروح ليش لا؟ أصلاً ديمتري مو مبين له آخرة. ادخل. احترامي سمو الأمير. تعال باشا. مولاي السلطان بعت لكم مكتوب. خير يا أمير؟ ليكون في خبر مو منيح. مولاي السلطان عيني وكيل السلطنة العثمانية وطالب روح العاصمة. والله الوظيفة بتستاهلها يا جناب الأمير، لازم حضرتك تفرح. كتير كنت حابب روح معهم على الحملة، بس الحقيقة أنا مو فهمان شو هي وجهة نظره. إذا مولاي السلطان اتخذ هيك قرار فأكيد في حكمة. قدي سعرها هي؟ هي جاي من دينار، دوقها قبل ما تشتري. طيبة، وزن لك فوراً يا بيك. كيف
كيف الشغل هالايام؟ الحمد لله، الله يقويه ويديمه للامير مصطفى. خلصنا من مصاص الدم اللي اسمه بشير. والله ابدا ما رحم، قطع له راسه لهالابليس. لك مو على الفاضي الشعب بيحبه للامير، عادل مثل ابوه. قريبا رح يجي اليوم اللي رح يقعد فيه على العرش ويصير سلطان العالم كله. عباس آغا. أوه أنيس أفندي، أهلا وسهلا. شكرا عباس آغا، شكرا. صحيح أنت ليش ما عادت بينت؟ خلصت لك السجادات. يسلموا هالإيدين، هاليومين بيجي باخدهم. تفضلوا لجوا خلينا نشربكم شي. لا يسلموا ما في داعي. أنت جبت تشكيل جديدة؟ والله من شوي إجوا، بس إذا بدك فوت شوفهم. هيلينا اسحك تقرب علي. يا الله انت ليش هيك بتعامليني؟ والله انا نيتي صافيه، انت بس وافقي وانا بيجي بطلبك. بابا شوفي انا رايحه على السوق جيب اغراض. ماشي يا بنتي يلا روحي. عباس اغا ايه؟ مين اشتغل لك السجاد؟ السفر امتى حيكون؟ انا بلغتهم مشان يستعدوا للسفر يا سمو الامير، وبس يخلصوا التجهيزات بننطلق. ما بدي ناس كتير، قللوا عدد الجنود. أمرك باشا، رح يكون القصر بغيابي بأمانتك وعم عينك وكيل عليه. بتشرف يا سمو الأمير. على طول بتطلعي لحالك؟ عم تلحقني وين ما عم روح؟ لا، هالمرة القدر هو اللي جمعنا. قلت لي القدر؟ ايه القدر. شو مو مصدقة؟ بصراحة أنا مو مصدقتك ابنه. بابا جوا المحل هلأ بيطلعوا بيشوفك. رح تجي؟ لوين؟ مكان ما شفتك هداك اليوم. أصلاً أنا أول مرة بشوفك. لكان رح يكون اللقاء الأول بيناتنا. بعدين في إلك شغلة معي ما بدك إياها؟ شغلة شو؟ إذا بتجي بتشوفي. بابا خلص شغل. رح أستناكي. يلا يا بنتي خلينا نروح. عرفت اني رح شوفك. وشو عرفك بقى؟ انا اجيت لاغسل التياب. طيب قليلي وين التياب؟ البنات هنيك على النهر ومعن التياب. معناته بروح انا وياكي. مستحيل مستحيل اني اركب على حصان شب ما بعرفه انا بروح لوحدي. ما بتعرفيني؟ ايه اكيد، انا ما بعرف مين بتكون. اذا بتجي لعندي بقلك. ما بعرف عنك أي شيء، لا اسمك ولا حتى وين بيتك. وأنا ما بعرف شيء عنك ابنه، ومع هيك عجبتيني. بس اسمي أنت بتعرفه. صح، هيلينا. هذا اسم بنت الإله زيوس، مرته لميرالوس. بيقولوا كانت حلوة وقدرت تسحره لأمير طروادة بجمالها، فخطفها على بلده وخباها عنده بالقصر. بتعرفي إنه وقتها صار في حرب كتير كبيرة وماتوا ناس كتير؟ معناته هذا الاسم منحوس؟ ليش؟ لتكوني ما بتحبي تعيشي قصة عشق. ما بعرف،
بجوز هيك. مو على أساس رح تقلي شو اسمك؟ إبراهيم. أنا إبراهيم وعايش مع عيلتي بمزرعة صغيرة هون. كتير حلو. ونحن كمان كان عنا مزرعة صغيرة وقت صار علينا ديون كتيرة إجوا أخدوها منا. هلأ عنا بيت صغير وحلو ونحن صرنا نشتغل بالسجاد من وقتها. وبتشتغلي معهم؟ طبعا. وصرت بساروهان أفضل وحدة بشغل السجاد. أهلا وسهلا عباس آغا. أهلين فيكي. عجبوني السجادات، عاملينهم مثل ما بدي. معناته أكيد هالمرة رح ترفع عنا السعر. يلي بيسمعكم بيقول إنه أنا عم غشكم. شوفي إذا في حدا بيدفع لكم أكتر مني روحوا لعنده. مو أنت مخوفاً للتجار شلون بدهم يشتروا منا؟ وأنا عم أقول لمين طالعة بنتي، كتيرة تحكي مثل أمها. صحيح، وينها هيلينا؟ طول اليوم ما شفتها. طلعت الصبح بكير، بتكون راحت على البركة. السجاد تبعنا كتير ممتاز بس يا خسارة عم نبيعهم بسعر قليل لتاجر نصاب ومهدد كل التجار مشان ما يدفعوا لنا سعر أكتر. ليش يعني ساعتين له؟ اشتكوا للقاضي. عن أي قاضي عم تحكي؟ ما الكل متفقين معه وبياخدوا حصة منيحة منه. بس هلأ الأمير مصطفى هو اللي استلم وراح يحط لهم حد للكل. ما حيطلع معه شي. الأمراء يلي مثله ما بينزلوا بين الناس، ما بيفكر غير بمصلحته بس. مو ضروري، بلكي هالأمير عادي. كل الأمراء شايفين حالهم وما بيهتموا بأمور الناس. منيح اللي مو سامعك هلا، وقال كان أمرهم يقتلوك. شو عم تخوفني؟ إذا بشوفه قدامي هلا رح قله نفس هالكلام. قال الناس هون بيحبوه، وسمعت كمان إنهم متفائلين بجيته لهون. مزبوط، والبنات صافين على الدور بالقصر. حتى ريتا قال حابة تدخل على الحرم لك تبعه. يعني أنت ما بتحبي؟ أكيد لا، ما كتير بتهمني هيك أمور، وعندي الموت أسهل بألف مرة من إني أدخل على حرم لك سلطان أو أمير. منيح، معناها ما رح أضطر بعدين أتواجه مع الأمير وأعمل مشاكل مشانك. تأخر الوقت، صار لازم أرجع على البيت. امتى حشوفك مرة تانية؟ ما بعرف. الأسبوع الجاي رح أرجع لهون. إبراهيم روح من هون بسرعة. هيلينا؟ انت شو عم تساوي هون؟ بعدين مين هاد؟ عشيقك ما هيك؟ انت شو دخلك فيني اصلا؟ امشي قدامي على البيت وبعدين منتحاسب. بعد ايدك. انا باخذ لك روحك اذا لسه بتلمسها. سمعتوا شو قال؟ قال بده يقتلني هالكلب. انت منيحة؟ شو اللي خلاك تساوي هيك؟ انا حاولت اني احميكي بس. بس انت وقعتني بورطة كبيرة.
استنوني بشي مكان بعيد. بس يا أمير، مثل ما عم قلك. شو هالحكي؟ قتلهم كلهم لحاله؟ ايه والله، وضربهم للثلاثة. عن جد فاجأني، شلون قدر عليهم؟ هيلينا، واضح انه هالزلمة بلش يدق قلبها. حبني يعني؟ هالشي واضح، وإلا ما كان ساوى كل هالشي من شانك. وانتي مو حاسة بشي تجاهه؟ بصراحة ما بعرف. اسمعوا شو عم بتقول. ما بعرف عن جد، ما حسيت بهيك شي من قبل، بس كل ما بشوفه بحس قلبي عم يدق ورح يطلع من محله، وبيصيروا إيدي يرجفوا. قلتك أنا حبيت. أنا بقول أكيد. أنت شو جابك لهون؟ كان في موعد بيناتنا. أنت جنيت؟ ممكن بابا يجي بأي لحظة. خلص لا تاكلوا هم، بقعد بالجنينة وبراقب. ريتا، إذا أجا بخبركم. من إمتى أنت هون؟ أنا سمعت كل شي حكيتي عني. وشو عرفك إني عم بحكي عنك؟ أنا كنت عم بحكي عن شاب غيرك. ومين سعيد هالحظ؟ كلامك خلاني أحسده. شي واحد من التجار؟ لك الله يلعنهم كلهم، ويا ريت ما تذكرني بيلي صار، لأنه منعت اطلع من البيت من ورا حضرتك. مين اللي منعك؟ مين يعني؟ بابا طبعا، هداك التاجر اجا وحكى له كل شيء وعصب مني كتير. اذا بدك انا بحكي مع ابوك. شو بدك تحكي معه؟ والله بموتك. لو سمحت مشي هلا. شوي وبمشي، بس لازم ودعك، لأنه انا مسافر. خير؟ لوين؟ مسافر بشغل لمكان بعيد، وبيجوز اضطر اقعد فترة طويلة. بس لا بالله، ايه احسن تروح برتاح منك. هيلينا، اجا بابا. يلا روح بسرعة. قد ما غبت وحياتك رح ارجع. طيب يلا خلصني. ست الكل مصطفى، يا حبيب قلبي، قلي انت منيح؟ كيف صحتك؟ ايه منيح، لا تاكلي همي. سلطانة. اهلا وسهلا يا امير، لو تعرف شو اشتقنا لك. شكرا كتير لك. طمنيني كيفهم الاولاد؟ الباشا صار له فترة غايب، اكيد بيكونوا مشتاقين له. مولاي السلطان عم يستناك. جناب الأمير، خير؟ في شي؟ ما في شي، زعلانة على فرق الباشا. يلا مولاي السلطان عم يستناك.
مولاي. مصطفى، الحمد لله على السلامة يا أميرنا. شلونك يا ابني؟ داعي لك بطولة العمر مولاي. طمني إن شاء الله صحتك منيحة. أنا بشوفتك صرت أحسن. شلون كانت سفرتكم؟ مرهقة شوي، ما سمحوا لنا أنه نمشي بالليل حفاظا على أمننا. أنا اللي وصيتهم هيك، لأنه أعدائنا صاروا منتشرين بكل مكان. مولاي، حضرتك عينتني وكيل السلطنة العثمانية، وهذا الشيء بعتبره شرف لألي، وأنا ممنونك. بس أنا... أنت كنت بتفضل تشاركنا بالحملة. سامحني، صحيح أنا ما بيحق لي ناقش. وأنا ما عندي شك ببطولتك يا مصطفى، بس أنت بتعرف أنه الحملة رح تستمر لفترة طويلة، لهيك وجودك هون ضروري، لأنه نحن لازم نحمي بلاد الأناضول والعاصمة من اللي بده يحاول ينتهز فرصة غيابي، وأنا ما فيني أوثق بحدا سلمه هيك مهمة إلا ابني. مولاي، أخي مصطفى. محمد، أهلين أخي. اشتقت لك. شو كبران؟ أهلا وسهلا فيك يا أمير. شكرا سلطانة. ناهي الدوران، نشكر الله أنه شفتي ابنك هون. شكرا هيام، مولاي السلطان طلب يشوف ابنه أول ما يوصل. أي طبعا يا أمير، قلت لهم يجهزوا لك جناح خاص لحضرتك، لأنه رح تضل معنا هون بدل ما تروح على الحملة. ما في لزوم، أنا رح أقعد بجناح السلطان. ست الكل، مصطفى ليش ما عم تاكل؟ خليتهم يجهزوا لك الأكلات اللي بتحبها. لتكون هيام ضايقتك بحكيها. بس هي الحق معها، بدال ما روح أنا على الحملة ليكني قاعد هون. الشي اللي قالته المفروض ما يضايقك. مولاي السلطان سلمك مسؤولية ما سلمها لحدا غيرك من قبل، عينك وكيل السلطنة العثمانية. وبالنسبة لهيام، قربت نهايتها، وهالمرة حتوقع بحفرة ما حتقدر تطلع منها أبدا. ست الكل، شو قصدك؟ مو اتفقنا تضلي بعيدة عنا؟ ما رح أعمل شي يا مصطفى. بعد كل هاي السنين جلالة السلطان مهتم بوحدة تانية غير هيام، وعن قريب حتشوف إنه سلطنة هيام رح تنتهي. شكراً على الأكل الطيب، تصبحي على خير. جناب الأمير، أنا عم فكر فيك طول هالمدة وكتير اشتقت لشوفك. منيح إنك إجيت لهون، رح موت بلاك. شو رأيك إني كون معك هالليلة؟ مو هلأ يا فاطمة، اليوم أنا تعبان وبدي نام. مصطفى، شوفي شو اللي صاير. كيف بتفوتي لهون بهي الطريقة؟ هيام قدرت تقتلها لنادية، لقوها بنص المهجعة وهي مشنوقة. شو اللي بيأكد انه هيام اللي عملتها؟ في عندكم دليل ضده؟ إلا ما يكون في شهود على هالموضوع. معقول نتهمها للسلطانة بدون شهود حقيقيين؟ انت هلأ وكيل السلطنة وبتمثل جلالة السلطان بغيابه، انت فيك تعمل اللي بدك اياه.
ست الكل، مولاي السلطان ما صدقنا أنا وياكي حتى وقت اللي هويام سممتني، هلأ بده يصدقني؟ إضافة أنه أنا ما عندي أي صلاحيات بتخص الحرملك تبعه. شرفت يا ريس خضر، سمعت بالانتصارات اللي حققتها ضد الإسبان والبندقية والقراصنة اللي بالجزائر والبحر الأبيض المتوسط، وأخيرا صار لي نصيب إني شوفك. أنت فعلا شخص بيعتمد عليه. كلامك هذا شرف كبير لإلي وما بستحقه يا مولاي، غمرتني بلطفك وودك. الجيش والشعب بيحكوا عنك وبيحبوك يا أمير مصطفى، وين ما رحت كنت أسمع عنك وبيسألوني عن حضرتك وعطول بيذكروا اسمك بالخير. الشعب هو أمانة الله عنا يا ريس، ونحن عم نساوي كل شي بيطلع بإيدنا مشان نستحق حبهم. هلأ شو وضع التجهيزات؟ قالوا لي إنه حضرتك جهزت 90 سفينة مشان فتح تونس، بكفي هالشي؟ إذا الله راد بكفونا لنوصل لأهدافنا يا حضرة الأمير. رح نخلص تجهيزهم قريبا، وبعد كم يوم رح ننطلق لهنيك إن شاء الله. إن شاء الله. بيري باشا صور لنا بخرائطه تضاريس العالم الجديد، برأيك ملازم نحن نروح على هذا العالم الجديد؟ طبعا سمو الأمير. هنيك بلشوا الأعداء من هلأ يقتحموا العالم الجديد وينهبوا ثرواته كلها من بعد ما عرفوا أنه ما رح يقدروا يهزموا قواتنا. لكان لشو يا ريس خضر نترك الأعداء يفكروا هيك؟ نحن دولة قوية ولازم عالمنا يرفرف فوق أراضي العالم الجديد وكل الدنيا يا ريس. شاركك هالرأي يا أمير، ورح أحكي هالموضوع مع السلطان بعد ما يرجع من حملته بالشرق. بس للأسف في أشخاص عم بيقولوا بالقصر نحن بكفينا يرفرف علم دولتنا بالبحر الأبيض المتوسط وبالبندقية وإسبانيا، بيصير هالحكي؟ شوف اللي أفقهم محدود موجودين دائما، ولو جدي السلطان محمد الفاتح سمع كلامه لهدول الناس اسطنبول ما كانت لقلنا هلأ. الدولة العثمانية المعظمة لازم ينرفع علمها بكل العالم، وأنا رح أعرض هالشي على السلطان، وإبراهيم باشا أكيد بأيد هالموضوع. حضرة الأمير اسمح لي أنه أروح هلأ لحتى نخلص تجهيز السفن تبعنا. فيك تروح يا ريس خضر، أصلاً نحن واثقين كتير بقوتك وخبرتك. الله يكون معكم ويقويكم. لكان الست فريال، وانتو ليش خبيتوا عني هالشي؟ انا اللي طلبت منها تخبي عنك لاني ما كنت حابة انه اشغل بالك، وبصراحة كنت خجلانة. والست فريال وينها هلأ؟ بعتت عفيفة خانم تروح تجيبها يا أمير، هلأ بتجي. سمو الأمير مصطفى، اجت السلطانة هيام. دخلها. خليها تروح مصطفى، ليش قلت له يفوتها؟ اهدي شوي أمي، لازم نشوف إذا فينا نحل هاي المشكلة بهدوء. سمو الأمير، سلطانة، أنا ما بسمح بهالشي. أنا ما فيني خالف سموك، بسلمكن فريال إمتى ما بدكن، بس قبل حابة أعرف بشو حضرتكن رح تتهموها. سألت عفيفة خانم عن هالشي بس هي ما جاوبتني. مو مضطرين إنه نشرح لك شي يا هيام. طالما ما عم تقدروا تقولوا شو الموضوع بقول أنا. فريال زنت يا أمير وتعتبر مذنبة، وبهالحالة خلينا نقدمها لفريال للقاضي وهو يحاكمها، خلي القاضي هو اللي يقرر، وبيطبق عليها قانون الدولة وبتاخد اللي بتستحقه. وطبعا بهيك حالة لازم يتحاكم معها كمان إبراهيم باشا. انت يا هيام اكيد جنيتي، قاضي شو قانون شو اللي عم تحكي عنه؟ هاد الوزير الأعظم جناب الأمير. السلطانة معها حق، انت مالك طرف بالمشكلة لتتدخلي. هالجريمة بدكن تتكتموا عليها،
يعني برأيكم هذا هو القرار الصح؟ لا تتدخلي بأمور مالك علاقة فيها بنوب، أنت ما دخلك بهالقصة. رح أطلب من شيخ الإسلام يقدم لي فتوى بالشي اللي صار، وهو رح يرشدنا على الحل. أوعك تعمليها. ما حدا فيه يمنعني. بدي أحكي عن جريمة الزنا اللي ارتكبها زوجك الباشا، وخلي الكل يعرف. أنت عم تهددينا يا هويا؟ بفضل أقول أني عم حاول اتفق معكم. بالنهاية القرار إلكم. يا كل اسطنبول رح تسمع بهذا الموضوع، أو فينا نستنى لحتى يرجع مولاي السلطان. جناب الأمير، سلطانة الموضوع كتير واضح، ما لازم تسمعي كلامه وتتراجعي. فريال لازم تتعاقب على عملته. انتي ما سمعتي شو قالت؟ رح تفضح كل شي. شو يعني نتنازل لهيام بكل بساطة؟ ست الكل، لازم تهدي شوي وتحكمي عقلك. الموضوع بيمس سمعة السلالة والسلطانة خديجة بشكل خاص. قصة فريال ما لازم حدا يعرف فيها، لأنه وقتها رح تكون النتائج وخيمة، وبالأخص عبراهيم باشا. يعني شو رح يصير؟ شو نعمل هلأ؟ مول، بتعرفي؟ بكرة رح تنبسطي كتير بمنيسة. أمرتهم إنه يجهزوا لك جناح خصوصي لألك. المهم نكون سوا يا روحي. إن شاء الله الأيام الجاية رح تكون خير عليك، والله يحميك من كل اللي عم يحاولوا يأذوك يا ابني. مصطفى، حابة إن نشوف أولادك قبل ما موت. أجدادك وقت استلموا الحكم كانوا بعمرك وكان عندهم أولاد. سلطانة، هالشي هلأ كتير بكير عليه، إن شاء الله بتشوفيهم بعدين. صدقني هذا الوقت المناسب، ما حدا بيعرف شو مخبي الأيام يا مصطفى. مستقبل الدولة هلأ بإيدك، حتى العدو رح يعمل لك حساب. الولد رح يخلي العدو والصديق يعرفوا أنه سلالة السلطان سليمان حتستمر عن طريقك، وأنه حتحافظ على الدولة العثمانية اللي أسسوها أجدادك. هالشي مو مقبول. كيف قدرت كوثر تهرب من الحبس من دون ما حدا منكم ينتبه لها يا خانم؟ أنا شرحت لحضرتك الوضع يا أمير. مع الأسف القصة محبوكة منيح وما لقينا أي دليل ملموس. طيب الأغاوات والجواري وين كانوا؟ سألتيهم شي؟ حكيت معهم كلهم، كل واحد منهم عم يتهم الثاني. أصحك تتهاوني مع حدا يا عفيفة خانم؟ بدك تعاقبي كل شخص قصر بمسؤوليته بأقصى عقوبة. مثل ما بتأمر حضرتك يا سعادة الأمير. سلطانة، قالوا لي حابة تحاكيني. تعالي لهون، قربي لعندي. لولا مساعدتك كانت كوثر قتلتني. ناهي الدوران عم تقول إنه هالموضوع كله مدبر، ولهيك لازم أعرف السلطانة هيام إلى يد بهالموضوع، مزبوط هالحكي ولا لا؟ يا سلطانة، أنت معك كل الحق أنك تفكري هيك، بس صدقيني هالشي ما أنه مزبوط. وشو السبب اللي رح يخليني صدقك؟ كل هالسنين وأنت عم تلعبي من ورا ظهري لتكوني نسيتي أنك خنتيني يا خانم. بس أنا دفعت من أخطائي بأكبر عقوبة يا سلطانة. الله سبحانه وتعالى أخذ لي بنتي وعاقبني. اتهمتيني أنه أنا اللي موتت. هذا الكلام انحكى بلحظة وجع يا سلطانة. حضرتك أم كمان، وأم فقدت طفل قبل هالمرة. أصلاً أنا بعرف إنه ما فيك تأذي حدا بنوب،
ما بتجرأ أطلب منك العفو، بس في شغلة بدي إياكي تعرفيها. أنا تركت الماضي وراي، نسيت كل شي عشته ومحيته من ذاكرتي كمان. طيب وشو مشان هويا؟ شو بتفسري لي وقوفك جنبها بالرغم من كل الأحداث اللي مرقت؟ أنا مو واقفة مع حدا سلطانة، وبالذات السلطانة هيام يا سلطانة، بس أنا عم حاول إنه خلص روحي. قد ما حكيتي ما رح أقدر أوثق فيكي. أنا لو بخدم السلطانة هيام كنت بروح بخبرها عن موضوع فيروزة. سلطانة، الأمير من شوي نام، من بعد إذنك أنا بدي أروح لعند السلطانة مريم لشوفها. طيب فيروزة؟ سمعتي السلطانات شو حكوا بخصوصي؟ قالوا عني شي مو منيح؟ السلطانات ما سمحوا لها تحكي بنوب، لأنه اللي مر عليها مو قليل أبداً. كتير منيح، معناته علاقتكن كويسة. بارح كنتي قلقانة على السلطانة خديجة. إذا قصرت بشي من دون قصد فسامحيني. ولهيك أنا بحبك يا فيروزة، قلبك كتير طيب وواضح هالشي على وشك، صادقة وروحك حلوة وفية بشغلك، عم تتعاملي مع كل الناس يلي حواليكي بلطف وود. بس حاسة في حزن بعيونك، وأنا لهلأ ما عرفت شو سبب هالحزن. يمكن مشان الناس اللي تركتيهم وراكي. سلطانة، وضعك عم يذكرني بوحدة بعرفها من زمان كتير، صبية روسية كانت صغيرة وبريئة، وفجأة خطفوها من بيت أهلها وجابوها لهذا القصر وعملوا منها جارية. كل حدا في جواته سر مخبى. سلطانة، فيروزة خانم. السلطانة مريم عم تستناكي، وانتي لساتك قاعدة هون؟ سلطانة، سلطانة، قدرنا نخلص من موضوع كوثر وللأبد ضل موضوع هديك المرة لسه ما انحل. انت مين بتقصد؟ كنت بقصد الجارية اللي عم تروح على الخلوة لعند السلطان. ما بتتهنوا إذا ما ذكرتوني فيها؟ مين اللي قال لك هالشي؟ شلون عرفتي إن فيروزة؟ ما مهم شلون عرفت. اصحك تفكري انك تهدديني بهالشي فريال. انا ما رح اسمح لك انك تفتحي تمك. انا يا سلطانة مو ناوية اساوي هيك، قلتلك من قبل انا بس هدفي انه خلص روحي. سلطانة انت منيحة؟ الحمد لله منيحة. أنا ما رح قرر مصيرك ليرجع جلالة السلطان من الحملة، صار فيكي تروحي. سلطانة، كل واحد قصر أنا رح أعاقبه، ما رح أسمح لحدا أنه يزعجك، أنت كوني مطمنة.
بعرف يا حضرة الأمير، بعرف. يا أمير كيفك؟ عم تتوجعي شي؟ حتى لو عم بتوجع مو مشكلة، بستحمل. إمتى بدنا نروح على مانيسا؟ أنت جاهزي حالك فاطمة، رح نروح قريبا. وينو تشاليجالي؟ أنا قلت له يستناني هون. ما شفته يا باشا، ما أجا لهون. أنت لشو عم تحكي مع النسوان؟ يعني أنت بايع روحك؟ بركي هالبنت من المقربين لإله. أعوذ بالله، لو كان هيك ما بحاكيها. بعدين هي قالت إنه أبوه بيشتغل هون وجاي لتزوره. حتى ولو هيك، أوعى تحكي مع النسوان هون. جالي جالي، تعال لعندي. بدي أعرفك على حضرة الأمير مصطفى. تشرفت بمعرفة حضرة الأمير قبل هلأ يا حضرة الباشا، بس من وقت طويل كتير. والله جد؟ إمتى التقينا؟ بحملة الأمان يا حضرة الأمير، وقتها بالي بيك حطني بمرافقة حضرتك، والعدو وقعنا بفخ، ووقتها أنا انجرحت. بس من حسن حظي إنه حضرتك كنت موجود هنيك واهتميت فيني. أنا مديون لألك بروحي. معناها أنت يحيى. يحيى تشالي جالي، أنا المديون لألك بروحي يا يحيى. وقتها وقفت قدامي مشان تحميني، وانجرحت بسببي. أنا روحي فداك يا حضرة الأمير. قالوا لي إنك شاعر مهم. عم بيبالغوا يا حضرة الأمير. حابب إني أقرأ شي من شعرك. رسم آغا. جهزت لك جناح رح يعجب حضرتك كتير. أنا رح ساوي كل شي ممكن يريحك. أنا واثق إنه رح تكوني مبسوطة هنيك أكثر من هون بكتير. المكان اللي أنت موجود فيه هو الجنة بالنسبة لي. لكن ليش شايف حزن بعيونك؟ محمد بكرة رح يقسم اليمين. هيام أصلاً بكرت بهالموضوع مشان تتركنا نشوفه. ما فهمت، وشو المانع؟ وإذا صار بكير شو فيها؟ أنا كتير مبسوطة منك يا ابني، لأنه أنت كتير بتحبهم لأخواتك وبتحترمهم، بس بنفس الوقت بتخليني أحس بالخوف، لأنه شعورك هاد يمكن يمنعك تشوف حقيقة الأمور يا ابني. سلطانة، هالحكي ماله لزوم. من اللحظة اللي بيقسم فيها محمد اليمين رح يصير هو منافسك الوحيد يا روحي. كون واثق انه هيام رح تساوي كل شي لتلعب له بعقله لمحمد، وبالنهاية رح تحرضه ضدك مثل ما انتي عم تحرضيني ضده لمحمد. اصبحي على خير سلطانة. حضرة السلطان سليمان المعظم.
مراسم الاحتفال يلي قبل هاد ما كان في كتير ناس، هاد كتير فخم. بس الأفضلية للأمير الكبير، وهاد حسب الأعراف والأصول. بسم الله، الله الله، وحدوا خطوتي خطوتكم، عقيدتي عقيدتكم، هدفي هدفكم، ديني دينكم. مولاي السلطان، حياتي ستكون فداء للدولة العليا. لساني ترجمان للصدق والحقيقة، وإذا يوما انحرفت عن طريقكم دعوا سيفكم يقطع لي عنقي، وإياكم أن ترحموني أبدا. أنا منذور للحق والعدالة بإذن الله العلي. يا الله وحدوا يا أمة الإسلام المباركة، يا مقتدين بشريعة الله ورسوله محمد، يا رفيعي راية الإيمان، يا نشري نور الحق، يا من تقاتلون الأعداء لينصركم الله. ستبقى رايتنا مرفوعة بإذن الله. حياتي فداء لرايتكم، راية النور والعدالة، راية الإسلام والحق. يا رب تحمي وتحرسه. آمين. طالع وسيم كتير. انتي عن مين قصتك؟ طبعا محمد. سفرتك قربت يا مصطفى. لازم أرجع لأنه هنيك في أمور كتير لازم تابعها بنفسي. يا ريت فيني روح معك يا أخي. أكيد رح تروح وتزوره للأمير مصطفى، طبعا بعد موافقة مولاي السلطان. بكرة بس يولد حفيدي الأول، بروح أنا وإنت ومنقضي كم يوم بمانيسا. بتشرفوني يا مولاي، عم بستناكم بمانيسا. ما صار الوقت لأستلم السنجق مولاي. شو رأيك يا مصطفى؟ أخوك صار جاهز ليستلم السنجق؟ يا مولاي شوفه هو عم بيحارب وبعدين أنت قرر. بتشوف هاي المرة مستحيل خليك تفوز علي. طيب رح نشوف. جيبوا السيوف للأمراء. محمد صار لك شيء؟ محمد انت منيح؟ ايه مولاي منيح.
محمد، شو بوشك؟ حادث بسيط، لا تخافوا عليه. مو حادث ولا شيء، لا تخافوا علي، أنا منيح. اصحى يا محمد تشوفوا أمي. بالمناسبة أنت عرفت شو صار؟ اليوم أمرتهم يختاروا جواري من شانك. مريم؟ شو وضع مانيسا يا سلطانة؟ كل الأمور صارت هنيك جاهزة؟ لا تأكل هم يا باشا، اصلا مصطفى قبل ما يجي طلب منه نجهزوا كل شيء. منيح. المكان مو غريب عن حضرتك، لانك عشتي هنيك لوقت طويل. مزبوط، قضيت فيه اجمل سنوات حياتي. باشا بتشلي جالي برا، خليه يفوت. إبراهيم باشا. تعال. هذا يحيى تشلي جالي. طبعا أنت تعرفت على سمو الأمير مصطفى من قبل. سمو الأمير؟ الأمير محمد. سلطانة خديجة. تشرفت سلطانة. سلطانة ناهد دوران. سلطانة. سلطانة مريم. أنا بعت وراك لهون لأنه الأمير مصطفى طلب هالشي. مزبوط. أنا مسافر على مانيسا بكرة وحابب تكون واحد من مرافقيني، وبدك تروح معي. أنا تحت أمرك سمو الأمير، شرف كبير إني رافق حضرتكم. منيح. روح لكان جهز حالك، بكرة الصبح رح ننطلق. أمركم سمو الأمير. تصبحوا على خير. تسمح لي يا باشا؟ فيك تروح. رح اطلع لشوف الولاد قبل ما ينام. باشا. بشو عم تفكر مصطفى؟ ليش رح تاخده معك لهنيك؟ سلطانة، هذا الشاب معروف عنه انه صادق وذكي، مشان هيك اخترناه انا والامير مصطفى ليكون مرافقه بمانيسا. توصلوا بالسلام إن شاء الله الأمير بأمانتك يا ناهد دوران. طمن يا مولاي، أنا دائما جنب الأمير مصطفى، لا تأكل هم أبدا. مصطفى، طول الفترة الماضية أثبتت أنك وكيل سلطني ناجح، وتحملك للمسؤولية خلاني أكون فخور فيك. أنا متأكد إنك راح تقدم خدمات كبيرة كتير للدولة العالية. إن شاء الله راح أكون عند حسن ظنك فيني يا مولاي السلطان، وأنا عم بستنى زيارة جلالتكم على مانيسا. إن شاء الله. الله يكون معك ويقويك. آمين. باشا، أنا رح رافقكم لبوابة القصر سمو الأمير، وهنيك نودع بعض. دستور والدة حضرة الأميرة السلطانة ناهد دوران.
شرفتي قصرك يا سلطانة. سلطانة، شرفت بشوفتك، وجودك هون شرف كبير لنا. سهلة يا سلطانة. حاب ابعد عنكم بنوم، ما فيني اعيش دقيقة واحدة من دونك. انتي ليش عم تحكي هيك؟ انا ما رح اتركك لو شو ما صار. سمو الأمير، القصر هون حلو كتير مثل ما قلتوا، وأحلى شي فيه هو الشجر والورد، يعني الهوا هون نظيف. المكان مناسب حتى يخليني انسى ريحة الدم والبارود. طلبت منهم يجهزوا لك غرفة خاصة لألك. شكرا لتقديركم سمو الأمير. سمو الأمير محتاجيني بشي؟ لا، فيك تروح وترتاح، مشوارنا لمانيسا كان كتير طويل. We'll be right back.